السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا سوف نبدأ إن شاء الله بكتابة كو سبيس سبيس إديوكاسيون، ثم نضغط على الموقع الأول كما تلاحظون. فهذا هو الموقع الرئيسي كو سبيس إديوكاسيون. هذه بعض النماذج التي يمكن أن أقوم بها أو أن أقوم بإنشائها في هذا الموقع. نماذج ثلاثية الأبعاد، آتي إلى هنا روجستر للتسجيل، بعد الضغط عليها ننتظر قليلا ثم أختار أنسينيون. جي بلوس دو 18 ans، ثم I agree. ثم أختار الحساب الذي أريد الولوج به. كما تلاحظون إمكانية الدخول بحساب التعليم أو إيميل عادي خاص بجوجل أو إيميل افيك أبل. سوف أختار مثلا حساب عادي. نعم هنا البريد، ثم الكود الرقم السري، ثم بعد ذلك كما تلاحظون هذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج. هنا عندنا غالغي، يعني النماذج موجودة قبلا. كما تلاحظون هناك عدة نماذج كثيرة. نماذج كثيرة، لكن هذه النماذج تعطينا فكرة أو أفكار على عمل يمكن القيام به. هنا عندنا كلاس، يعني إذا أردت هنا كلاس، يعني إذا أردت أن أنشئ قسما وأضيف له تلاميذ، يعني القيام بأعمال وتجارب. هنا كو سبيس، هنا كنختار هنا المكان ديال الاشتغال ديالي. كان عندي هذا الفضاء كري ان كو سبيس، نقدر مثلا نشتغل على هذا الفضاء هذا او ندير كري ان كو سبيس. عندي مجموعة من الاختيارات، انفيرونمون 3D او بيان ايماج ايشيغا. سوف اختار مثلا انفيرونمون 3D. كما تلاحظون هذا هو الفضاء. اول شيء اقوم به هو اختار لونفيرونمون، يعني المظهر الذي اريد. هنا عندي مجموعة من الاختيارات، كما تلاحظون مجموعة من الاختيارات، او يمكن ان اقوم بتحميل اختيار اخر. سوف اختار مثلا هذه المدينة. كما تلاحظون تم تنزيل المدينة. أيضا عندنا هنا في الليبريري، في المكتبة، جميع الأشياء التي أحتاجها، لي بيرسوناج، شخصيات، مجموعة من الشخصيات. يكفي أن أضغط على الشخصية وأقوم بإزاحتها مثلا هنا، فتأتي الشخصية إلى هنا. أنتظر قليلا ليتم تنزيلها. نعم تم إنزالها. عندنا شخصيات، عندنا ليزانيمو، الحيوانات. نفس الطريقة أختار الحيوان ثم أقوم بإزاحته إلى هنا كما تلاحظون. أيضا اللوجمون، أيضا لا ناتور، الطبيعة. عندنا النباتات، مثلا أختار النبتة لهذا الحصان مثلا وغندير ليه لانيماسيون على أنه كيتناولها.
عندنا الترونسبور، عندي مثلا سيارة أو دراجة، كندير مثلا سيارة هنايا. عندنا هنا لي زوبجي، أيضا عندنا هنا الباتيمون إلى بغيت نقوم بالبناء مثلا. هنا الخاصة بالكاميرا، هنا غوشيرش إلى بغيت نقلب على شي مثلا شي صورة ولا على أي شيء. أيضا هنا عندنا امبورتي، يعني إذا بغيت نقوم بتحميل شي صورة ولا شي فيديو من الحاسوب ديالي أو شي مقطع صوتي. سون انفيرونمون، شفنا لي زونفيرونمون. هنا عندنا ليماج دو سول، يعني الأرضية نقدر نختارها من الحاسوب ديالي مثلا أو نبحث عليها في الإنترنت. ثم نأتي إلى طريقة تحريك الشخصيات أو الكائنات. هنا عندنا مثلا هذا الشخص، نضغط عليه بالزر الأيمن، أو قبل ذلك سوف نتعرف على هذه العلامات. هنا هذه العلامات تدل على تكبير أو تصغير الشكل، يعني كيكبروه أو كنقوموا بالتصغير ديالو. أيضا هذه العلامة إذا بغينا نرفعوه للأعلى، مثلا عندنا شي طائر ولا شي حيوان مثلا، او نهبطوه للاسفل مثلا. ايضا هنا عندنا الى بغينا نقوم بالدوران ديالو كما كتلاحظوا، نقوم ندوروه مثلا نختاروا في اي اتجاه. هنا عندنا مثلا الى بغينا نحولوه ليمين يسار الاعلى كما كتلاحظوا. اذا شفنا هذه الاتجاهات، وبالضغط على الزر الايمن هنا عندنا لوحات تاع التحكم. الاهم فيها هي الانيماسيون، انيماسيون، وكنختار الانيماسيون تاع الكائن هذا. غادي نشوفو، انيماسيون، نشوفوا رياكسيون، يعني كيف هي الحالة ديالو، مثلا حزين او شوكد او يفكر مثلا. اختاروا مثلا البوستور، يعني هنا مثلا اذا كان عندنا شي سرير او مثلا على درجة هوائية كنختاروا هاد لي بوستيور، او مثلا جالس على مقعد سيارة او نائم. ايضا لي زاكسيون، درايف كار، يسوق سيارة، الرقص، عندنا مجموعة من لي زاكسيون. يتكلم مثلا، يتكلم عادي او يمشي، كلهم كنختار من الزر الايمن. اذا اردت يعني ندير ليه لي كود مثلا البرمجه تاع الكائن، اختار بروغرام ثم يوتيليزي كوبلوك، يوتيليزي كوبلوك، ثم اتي الى هنا على اليمين كود، ف أبدأ ببرمجة هذا الكائن. يعني تقريبا فهو يشبه سكراتش، يعني أختار مثلا الأمر الذي أريد أن أمر به هذا الكائن، مثلا ديبلاسي، ديبلاسي دو أن متر، نختار مثلا أختار 4 متر اون افون، وفي التوقيت مثلا هنايا سوف اختار في 4 ثواني. يعني عندي مجموعة من الأوامر هنايا، لي زاكسيون يعني يتكلم أو غير ذلك، لي زيفينمون، ثم الكونترول، ثم لي زوبجي. يعني تقريبا لي بلوك شبيهه بالسكراتش، هي اوامر كنعطيهم لهاد الكائنات باش يتحركوا ولا يتكلموا ولا يقوموا بعده اشياء.
يعني بعد إعطاء الأوامر للكائن نضغط على Execute ثم نلاحظ ماذا سوف يقع. هنا لم نقوم بإعداد الكاميرا، سوف نلاحظ إعداد الكاميرا من هنا. يعني كما تلاحظون الكاميرا هي هذه، سوف أعود للوراء، يعني الكاميرا سوف أقوم بإرجاعها إلى الوراء. الكاميرا هي اللي كتبين لنا المشاهد اللي ديالنا، يعني الوجهة اللي بغينا نشوفه. واش نشوفه هذا الاتجاه هذا، واش نشوفه اليمين ولا اليسار ولا الأمام، حنا كنختارو الوجهة اللي بغينا نشوفه. مثلا بغينا نشوفو هذا الكائن هذا، إذا أعود إلى إكزيكيتي وغادي نلاحظوا انه كيتحرك. سوف ارجع القليل الى وراء اكزيكوتي، كما تلاحظون فهو يتحرك. ثم اعود من هنا من هذا السهم الى البرمجه، ثم اتي الى برمجه الحصان، ايضا الضغط على الزر الايمن بروغرام، هنا كان اكتيفي البروغرام يوتيليزي دون كو بلوك. ثم نذهب الى كود ونختار يعني اوامر لهذا الحصان، مثلا نعطيه مثلا اوامر انه مثلا شوفال دي سالي او شوفال بونز، يعني مجموعه من الاوامر ليزيفينمون كونترول اوبجي او يتحرك. ايضا عندنا انيماسيون بالنسبه لهذا الكائن، نقدر نختار مثلا من هنا انيماسيون انيماسيون، نختار مثلا ايطا، نديرو على انه ياكل مثلا ايت، لان وضعنا بجانبه العشب كما تلاحظون فهو ياكل. ثم اضغط اكزيكوتي لكي ارى، كما تلاحظون فهو الحصان ياكل. يعني هذه بعض الافكار البسيطه على كوب سبيس، ويمكنكم التجربه والاطلاع على افكار اخرى كثيره ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.